وننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للسيد الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا حرص قطر على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه ثمن السيد الرئيس اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.